عبد الرؤوف العيادي المحامي محامي عائله الشهيد محمد الزواري، يقول لي من يتابع ما قضيه الشهيد، هذه صوره من القرار التعقيبي سنعرضه عليكم، وقد قضى برفض التعقيب شكلا، هذه الدائره التعقيبيه، علما ان مستندات التعقيب قد طعنت في قرار دائره الاتهام من وجه التقصير في اجلاء الحقيقه وعدم تتبع من ثبت تورطه في التخطيط والتمويل والتجديد على معنى احكام الفصلين 150 و116 فقره 2 مما يجعل التعقيب مقبولا شكلا، وما طلبته النيابه يوم المرافعه. يا استاذ سعيد، القضاء لا يتعافى كما صرحتم به بل يتغاضى عن تطبيق القانون. تعرفون الساده المشاهدين، تقريبا قبل اقل من اسبوعين كان معنا الاستاذ عبد الرؤوف العيادي نسبه الذكرى اعتقد السابعه لاستشهاد وتصفيه القيادي القسامي الحمساوي محمد الزواري في صفاقس، حضر معنا الاستاذ العيادي وحكى على المهازل، لانه هم اقل طعنوا لدى قرار دائره الاتهام، يقول لك احكوا يعني على انه ثم شبهات تورط صهيوني، نفس الكلام اللي قاله سعيد اعترف رسميا، قال ان الموساد صفى محمد الزواري، قالها مؤخرا، ولكن الاشكاليه يقول لك لم يترتب عن ذلك هل جلب دوليه وغيره، يعني الركن نتاع السياده الدوله اذا كان ثم شبهه، وهو سعيد نصور يحكي على شبهه في مقام رئيس الجمهوريه عندما يتكلم يقول راه الموساد الاسرائيلي صفى ابو جهاد وصفى كذا وصفى كذا وصفى محمد الزواري، المساله ما عادش مساله شبهه، ما نصورش الرئيس يحكي على شبهه. بالتالي لماذا لم يترتب عن ذلك مطالبات دبلوماسية وقانونية دولية؟ اليوم للأسف الشديد بهذه التدوينة وهذا القرار، نشوف القرار حتى تعديلات التعقيب الدائرة التعقيبية، بالتالي يقبر للأسف الشديد ملف الشهيد الزواري. أستاذ ماهر، حقيقة هل تغيب حقيقة شهيدنا ترفع أعلامه وإنجازاته في المقاومة اليوم؟ طب أول شيء أنا أعتقد أنه فاقد الشيء ده. ثاني شيء وهذا الشيء مهم ومهم جدا، كما الشهيد فرحات حشاد وكما الشهداء العظام، لا بد يوما ما تعرف الحقيقة، كل الحقيقة، ومعناها كل الذين أجرموا في حق الشهيد محمد زواني سيحاكمون، معناها آجل أم عاجلا بحول الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. ثالث شيء، إذا كان السيد قيس سعيد، وأنا قرأت يعني في صفحة الرسمية لرئيس الجمهورية وتحدث عن محمد الزواري، أقول يا سيدي لن نطلب من معناها كل واحد شنجم يتحمل، ثم أشياء بسيطة يقدر يقوم بها، أنه يعمل الشارع الرئيسي في مدينة صفاقس باسم محمد الزواري، هذا يعني رد اعتبار يعني طبعا، أنه في معناها كلية الطيران ومعهد الطيران ببرج العامري يعمل الفضاء معين او مدرج محمد الزواري، هذه مقدور عليها. ها عندك شارع لافايات، وللاسف لا عمله سعيد يا استاذ ماهر، ولا عملته انتم كنتوا في الحكم. لافايات مجرم حرب فرنساوي ساهم اعتقد متطوع لدى الجيش البريطاني الامريكي، علاش ما يغيروش اسم لافايات باسم محمد الزواري شهيدنا؟ هذه اشياء بسيطه، الاهم من هذا انه يستقبل اربده الشهيد، يعني ويعطيها الجنسية التونسية. وأعيد وأذكر أن السيد قيس سعيد بجرة قلم أعطى للأخوة الفلسطينيين 35 يعني أمر بالجنسية، ومعناها مرحبا بهم، ولو أن من بينهم أحدهم الذي لا نتشرف به لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا، لدور الخبيث والماكر في الساحة التونسية والجميع يعرفه، و يوما ما سيقف على ما قام به ونكتشف معناها خيوطه الإقليمية والدولية. لا علينا، يستقبل أرملة الشهيد، يعطيها رد اعتبار، يقدرها ويقوم، ولما لا. أنا أذكر في حلقة سابقة تحدثت لحضرتك وقلت لا ممكن ما تحتاج، لا، هذه السيدة هي بحالها وهي غريبة في بلاد أخرى، لماذا لا تعامل معاملة أرملة الشهيد فرحات حشاد؟ توفر لها منزل وتوفر لها جراية، تحفظ كرامتها هي وأبنائها، هذا واجب علينا، هذه مرجلة قبل أن تكون أي شيء. ثم وهذا أهم شيء بالنسبة لي، أن محمد الزواري هو ليس استشهادي وليس عنصر في حماس ولا كتائب القسام ولا كذا، هو عالم جليل، عالم بأتم معنى الكلمة، قدم الكثير فيما يسمى
في المسيرات، حتى أنه حماس يعني استفادت وكذا ويريد تحرير الأرض من الماء إلى الماء مثل كان سيد زعيم أكثر. هذا يا أخي أنا ما طلبت بشيء، أنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونقول له عد لشعبك هذا جزء من مساهمتك في تحرير فلسطين، تحدث مع شعبك، جمع شعبك، يعني اللي أنت تلومه على معناها العدو حاول أنك تبتعد عليه في الساحة التونسية، نحي جمهورية الخوف، راهو جمهورية الخوف هنا ولا في الأراضي المحتلة نفس الشيء، لأن جمهورية الخوف تقوم على ماذا؟ على قمع الصوت المختلف، على المعتقلات، على التعذيب. يعني النساء الآن زوجات المعتقلين ومش معناه يعيشوا تعذيب يومي نفسي وتعذيب يومي في الذهاب حمل القفوة وشد الصف، وتجد معناها السيدات فاضلات معناها للأسف معناها للأسف الشديد. نعم للأسف الشديد. للأسف الشديد لا، لأنه التقى مع سيدات آخرات محترمات ولكنها معناها فهمتني متاع سجناء حق عام ومجرمين وكذا. علاش هكذا؟ لماذا هذا الأمر؟ الأمر لا، الآن الحمد لله تونس الوضع مش كارثي، الوضع ممكن متحكم فيه، ممكن التراجع خطوة. الإنسان لما يتراجع خطوة إلى الوراء راه تزيد ورفع عند الله وعند شعبه، لأنه إنسان أنت عندك 50 معتقل الآن، هذه 50 معتقل يا سيد قيس سعيد راه بجرة قلم تقدر غدوة تفتح صفحة جديدة مع الشعب التونسي. أنت واضح عليك مش طموح، رغبة جامحة للبقاء في كرسي مدى الحياة. نتذكر أستاذ ماهر وسادة المشاهدين اسمحوا لي، تقريبا منذ سنتين بعد ما تولي سيد سعيد الكرسي الرئاسة، أعتقد وقتها صارت عملية تفجيرية سيارة بعد الكيوسك بتاع لاك دو بحيرة اثنين. نعم. ثم مرأة متعدية من وقت بثميكة مسيتها التفجير، ربما شوي غبرة مسيت شوي مكياج. سيد سعيد نرجع حتى الأرشيف الرئاسة استقبلها في القصر وكرمها. هذه ناحية عملية إجرامية وإرهابية في اللاك هذه في البحيرة، وزوجة الشهيد رفعتنا وشرفنا في المقاومة سيد محمد الزواري. إذا كان القضاء اليوم توسكله ولف متاعه، أين رد الاعتبار للشخصية مناضلة محمد الزواري؟ مش رد الاعتبار رأى. ما الذي يوقف السلطة التونسية أن ترد الاعتبار لمحمد الزواري باسم شارع، باسم مناظرة وطنية، باسم دورة رياضية لست أدري، دورة علمية؟ أضعف الإيمان هذا للأسف الشديد. لا شك هو معناها سيد قيس سعيد أعتقد والله أعلم وجب عليه إعادة يعني تفكير من جديد، يفكر يأخذ مسافة على الأحداث ويقول معناها مثل زوجة الشهيد مثل زوجات المعتقلين. يعني أنا والله نشوف سيدة فاضلة يعني اللي هي زوجة معناها السيد وكيل الجمهورية البشير الحكمي، معناها رجل امرأة فاضلة وتقول معناها تنشر معناها مذكرات معاناة تاعها، زوجة عصام الشافي، زوجة عبد الحميد الزبيد عفوا عبد الحميد الفلاسي، زوجة معناها زوجات الصحفيين الصحفية شذا مبارك وخليفة القاسمي سجناء هذوما. يعني نعم زوجة يعني الأستاذ راشد الغنوشي، هذه السيدة الفاضلة اللي موجودة وحدها مع ممكن بنتها وباقي بناتها وأولادها معناها مشردين. أنت كنت دونت سيد ماهر اليوم أو البارح فيما تعلق اليوم نعم حول الشيخ راشد الغنوشي، قلت شهادة ذكرنا. نعم. والله هي شهادة لله ثم للتاريخ، وهي إحدى الشهادات، لأن أنا أعتقد أن التاريخ لا يزال يعني حي، ونحن نقوله حي فرقت مازال مش بتاع الكتابة، ولكن من الأشياء اللي أنا حضرتها وكنا في الفترة بين 13 و 18 أبريل 2019 في زيارة لمجلس الأمة الكويتي، استقبلنا وقتها أول استقبال حضرة صاحب السمو معناها الشيخ صباح أحمد جابر صباح طيب الله وصراحة، ثم قيل لنا معناها أنكم بعد ما كملنا من أحد أجنحة القصر مش مشوا الآن مش قابل وزير الدفاع، وقالوا أنه هذا شخصية تقريبا ثانية وهو الإذن الأكبر
للشيخ يعني جابر. رحمه الله، اي الشيخ صباح، وهو النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع. وكان في المؤتمر رئيس الوفد السيد محمد الناصر، وكان معي سي عبد الرؤوف الماي اللي هو نائب على الدول العربيه مثلي، وسي حمدي كزكز مدير الدول، ومعناها سفيرا البلدين، والدكتور النائب محمد الحويله اللي هو رئيس بعثه الشرف واللي هو احد اعمده مجلس الامه الكويتي ونائب. فالسيده احنا ما عرفوش انا شخصيا معناها، وكان شخصيه معناها عندها تقدير كبير، وهي قامت على رؤيه الكويت 2035 ومتزوجه من السيده من الشيخه حصه، يعني رجل مهم ومهم جدا، وثاني اهم شخصيه في الكويت انذاك. فبدا يحكي، حكينا هو بيننا، حكينا على ابو القاسم الشافعي، حكينا على الكهنه، حكينا على كذا. بعد توقف وقال: يحب اقول لكم شيء ايها الساده، لديكم رجل يجب ان تحافظوا عليه. فالجميع شرأبت العناق، من هو هذا الرجل؟ قال: انا هذا الرجل قابلته في، واحكي لك بالحرف يعني، والبقيه كلهم شهود احياء، معناها ربي يحفظهم ويمكن ان يدلوا بشهادتهم كما اديت انا بشهادتي. قال: يعني انا رايت هذا الرجل في جنازه الملك عبد الله رحمه الله، هذا الرجل اسمه راشد الغنوشي. فالحقيقه يعني لما نطق الاسم يعني كل القاعه يعني صمتت، وساد يعني ليس سهل، هذا الرجل الثاني في البلاد، هذا وزير دفاع، هذا رجل مثقف جدا ورجل غني جدا، واحد اعمده الحكم الاسره الحاكمه، وكان له دور كذلك مهم جدا في الازمه الخليجيه بين قطر ودول مجلس التعاون. المهم قال: هذا الرجل رجل معناها مهم جدا، هذا الرجل محافظ، وقال بل هو زعيم محافظين العرب، هذا الرجل مهم جدا لاستقرار المغرب العربي. ايها الساده، هكذا كان يتكلم، حافظوا على هذا الرجل. قال: المحافظه ليست عيبا او جرما. ثم اتجه الى احد الحضور وقال: هذا فلان فلاني هو محافظ، وهذا ليس عيبا، وهو وطني غيور ونحن نحبه. قال: شوفوا الدنيا الكل، قال: انا زرت العالم ونعرف العالم، الدنيا الكل قائمه، ثم ناس يتقدمون خطوه في الحداثه، وناس يكون اكثر محافظه، والحياه قال ما تنجم تكون الا تلك المعادله بين المحافظه وعفوا والحداثه، فحافظوا على رشد غنوشي. حقيقة كانت يعني شهادة. بعدها كل اللقاء وكل الجلسات اللي بعد الحقيقة قلبت كل الموازين، وكان موقف تاريخي لا ينسى لهذا الرجل رحمه الله. كما ذكرت سي ماهر منذ قليل أنه المفروض في سنة انتخابية، وإن كان السيد سعيد الآن في حملة انتخابية غير معلنة يعني يتنقل من باسل باسل، الأصل فيه هو تنقية الأجواء. هذه المفروض ينجز كل قيادة سياسية تفكر في مرحلة انتخابية انتقالية تنقية الأجواء. ذكر سعادة السفير أحمد القديدي دون اليوم، يقول: سألنا مرة أستاذنا في العلوم السياسية موريس ديفرجي، يقول سألهم ما هو انهيار الدولة، كيف نقرأ مؤشراته ولا ننسى. يقول رغم مرور الزمن إجابة ذلك البروفيسور الفرنساوي، يقول قال تنهار الدولة حين لا تسمع من أفواه حكامها إلا كلمة قانون وتطبيق القانون ولا أحد فوق القانون، في حين أن الشيء الوحيد المفقود هو القانون، وهو إشارة انطلاق تفكيك الدولة وهدم أركانها. أي انهيار للأسف الشديد.